نمارسوها كل عام من العام لعام، مهنة زوينة ونصوروا فيها ترسال الخبز. بنادم يكون يصلي بعد التوقع ديال يصلي الخارجي، مش هاي الحق ديريك بين كاين اللي جاي شهر وكاين اللي جاي ماشي هو هذاك غادي يلحق ويذبح، ماشي يمكن، خاص يكون نقي بعدا ويكون الذبيحة تكون نقية، هذا هو المهم. الموس خاص يكون موس ماضي، موس كبير بحال هذا، شبر وربع صباع، وداك الشيء يكون نقي، الذبيحة على حقها وطريقها، تحاولي هبط على حقها وطريقها، ما كاينش شي وطلبت أنا خاصها تكون باش ما تبقاش تلح في الزبالة وداك الشيء تبقى تستافدوا منها عباد الله، وهذا هو المهم ديال الذبيحة. نهار العيد كنجيو هنا كندبحوا، عندنا كليان ديالنا كنجيو كندبحوا ليهم، كندبحوا الخدمة مزيانة وكنسلخوا مزيان، وهم عندنا كليان كيعيطوا لنا كيصونوا لنا ديما، وحنا خدامين معاهم. وانا فايش ليا مدوز البطوار، كاش خدام مع الدراري بزاف البطوار، باقي عديت 8 سنين وانا خدام في البطوار. نهار العيد محركه، لا عندو كليان ديالو كيعرف يخدم مزيان، كي اللي يجيو الناس كيتكرفسوا على الحواله ماذا منهم، حيت انا بنادم لا كان يسلخ مزيان راه ما يكرفس الحولي، يكون بنادم كيصلي بعدا باش بنادم يتقبل الله سبحانه وتعالى. بنادم يقول لي واش انت سلاخ؟ لا كنت تسلاخ، عن دخلك ما كنتيش سلاخ، دار ما نخلصك ما والو، الله يعاون، باش خلي بنادم يمشي بحاله، باش عندك ما دير لي. العرباز وكشار قزاره قلال شويه، تقريبا شي 24 25 في النهار، كل اللي ما عندوش مع البطانه، الناس ديال هنا ما عندهم مع البطانه لا والو، كل اللي كيقول بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.